قضية إذا ما بنيتش بنيتش انزل بنيتش ابوك ناتش امك وجيت خلصت غير كذا ما في. تقول لي ابوي شلون اجى، ابو ابوك ناتش ام ابو ابوك وهكذا واحد ناتش الثاني، غير كذا لا يوجد جواب. تقول لي اول انسان اقول لك اكيد مو ادم وحواء، خلصت لانه هاي قصه من ألف سنه كاذبه، انتهى الموضوع. اذا دينك ربك ونبيك ما لقى الحل، جاي تقول لي مين اول واحد؟ يا رجل جدك العاشر الان، اقول لك جدك العاشر منو ما تعرفه؟ بدك يجيب لك اول انسان بالبشريه يا زلمه انت، انت وين عايش انت؟ يا رجل اذا جدك الخامس ما تعرفه، اتحداك تعرف جدك الخامس، اتحداك، خامس جد عدل لي، بدك اعلمك مين اول انسان بالبشريه؟ يقول لك شلون جينا؟ جيت بنيتش بس سكس. سكس واحد ركب الثاني. يعني واحد ما يعرف جده السادس يجي يقول لك مين اول انسان بالبشريه؟ مين؟ اذا جدك رقم 17 ما تعرفه. اتحداك اذا تعرف جدك رقم 17، انا على تحدي معك. جدك رقم 17 اذا تعرفه انا يا رجل بدك اول انسان بالبشريه يا رجل. تفوك يا ملك. هلا بيك تفضل. حبيبي شو اخبارك؟ حياك. يا اخي انت ملحد صحيح؟ انت ضد الاسلام وضد المسيحيه وضد جميع الاديان صحيح؟ أنا ماني كلمة ضد لا أستعملها، مين بقاموسي موجودة خلاص أبداً، مين موجودة كلمة ضد؟ مش ضد يعني. طب أنا بدي شو رأيك إنه بدي أجيب أمك اللي خلفتك ونيك قدامك ونيك قدام كل الناس على اللايف، ونيك أختك ونيك اللي جابتك ونيك اللي جابك، شو رأيك يا أخ الشرموطة؟ ما أخلاق أخوتي، أخلاق الأقصى، اكتبوا لي أخلاق الأقصى أخوتي، الكل يكتب بالتعليقات أخلاق المسجد الأقصى بالحرف، أخلاق المسجد الأقصى، هذا طبعا فلسطيني مدافع عن القضية، الكل يكتب لي أخلاق المسجد الأقصى أو أخلاق القضية الكدش، وحطوا لي هاشتاج راح نفعله الليلة قضية الكدش. أخلاق المسجد الأقصى، لا اكتبوا لي قضية الكدش، قضية الكدش بدل القدس اكتبوا الكدش يعني الحمير، اكتبوا لي قضية الكدش بالإش، ضروري حرف الإش والإك، قضية الكدش، الكل يكتب قضية الكدش يلا. قضية الكدش الكل يكتب، لانه هذول جماعه مغسلين من الشرف ومي وصابون، خالصين الفلسطيزي، الفلسطيزي مغسل من الشرف والاخلاق الفلسطيزي بمي وصابون وديتول وبنزين، قضيه الكدش هذول اخلاقهم اللي بدهم تحررونهم، اولى القبلتين اولى الضرطتين اولى الضرطتين اولى ضرطتين. اللي بعده قضيه الكدش، يا عرصات يا عرصات حرروا حالكم من الايران، يا عرصات اللي ناتش امكم. ألو. نكحكم الإيراني نكحا مبينا يا مؤيرانين، أخلاق الكدش الكل يكتب لي أخلاق الكدش بالتعليقات يلا، أخلاق الكدش أخلاق الكدش أخلاق الكدش يلا 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 إلا 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 أخلاق الكدش أخلاق الكدش قضية الكدش كذا، كدش دائما الكدش كدشي 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 ياي كدشي، قضية الكدش قضية الكدش، فعلوا الهاشتاج يلا قضية الكدش. أيوة طبعا حطينا له بلوك احنا، ما بعرف بلوك بالعربي شو يعني، ما اعرف، اعتقد قرميد ممكن يكون قرميد. اخوتي الكل يكتب اخلاق الكدش او قضية الكدش، انا حبيت اسم قضية الكدش جدا، ليش؟ لانه هاي قضية الكدش معروفة، كدش حمير، ناس تموت من شان حجر او صخر هيك قبة بنوها بصفر وطلوها دهان اصفر وكذا، أكيد كدش بيكونوا كدش طبعا. طبعا في فلسطين كثير هنا راح نحط بلوك قدر ما نستطيع ولله الحمد، طبعا الفلسطينية طبعا أغلبهم نحط لهم بلوك، نعم للأمانة يعني نحط لهم بلوك قدر ما نقدر. إي نعم قضية الكدش. أبو ليث تفضل، بس ما يطلع زاد من قضية الكدش. أبو ليث أبو ليث أنت من قضية الكدش تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافيه. الله يعافيك. انت يعني بتقول انه انت ملحد صح ولا لا؟ لا انا ما قلت اني ملحد، لا. نعم انا بشوف تعليقاتك وبشوف ردودك على الناس. بدك تنيك امك، اعرف، بدك تقول لي بدك تلحد وتنيك امك، روح نيكها قبل ما تلحد. زين؟ كل ما يجيني واحد انت ملحد، ليش ما تنيك امك؟ يا اخي اذا بدك تنيك امك انت وعاجبك طيز امك يا اخي، روح نيكها، علاش تجي لعندي تسالني؟ إذا أنت نفسك بأمك تنيكها، علاش تسألوني؟ اليابان ما حد ناكم وغير أنتم بدكم تنيكون أمهاتكم، طيب أنا مالي؟ جد شيء غريب، يجيني فلسطيني، يجيني عراقي، يجيني الأمة الإسلامية، يقولوا لي أنت ملحد ليش ما تنيك أمك؟ يا أخي روح نيك أمهاتكم إذا مشتهين تغاز أمهاتكم، عدا سالفة؟ أنا مالي أنا؟ روح نيك أمك يا أخي، أنا مالي، مالي علاقة أنا.
بدك امك روح لكها. قال الدين يمنع لك امه، طيب روح لك انا مالي. غريبة أمركم، البدو ينكم ويروح هذاك الطريق مفتوح. قال يقول لك بس يلحدوني ان يكونوا امهاتهم، تصطفلون انا مالي. روح الحدنيك امك انا مالي، انا مالي علاقه بالموضوع هذا. شو المنطق هذا يا زلمه؟ كل ما يجيني واحد مغيب بده ينيك امه عاد، يقول لك بدي الحد ونيك، روح نيك امك انا مالي ماسكه كانت نيك امك، روح نيكها واشبع فينا هيك، اذا انت وامك تصطفلون يا اخي. هو اليابان نكحت امهاتها يا اغبياء يا غباء، قضيت الكل شيء. بدك تنيك امك روح نيك امك يا اخي. اخوتي ندعم المنصه ممكن؟ يلا اخوتي مليون تكبيسه ما وصلنا، خلونا نشوف مليون تكبيسه يلا. مليون تكبيسة وعندي 99 حوت ما نزلن، نكمل ولا نسكر؟ يلا خلينا نشوف اللايكات والشيرات والحيتان. 99 حوت ما نزل غير حوت واحد، نسكر ولا نكمل؟ السؤال لكم، خلونا ندعم المنصة يلا. يلا اخوتي ممكن ندعم المنصة كلنا؟ يلا نستمر. شيرات لايكات وكذلك هدايا اللايف اخوتي لدعم المنصة بهدف دعم المنصة يلا. يلا اخوتي ندعم المنصة، خلونا نشوف دعم قوي للمنصة يلا. اللي يريد يطلع اكتب لنا رقم 5 دعم المنصة بشكل قوي اخوتي، رقم 5 يلا. اللي يريد يطلع معنا يكتب رقم 5. اللي يريد يطلع معنا يكتب رقم 5 اخوتي. رقم 5 اخوتي. رقم 5 اخوتي. سلامات يا صبوك. هلا. الو. ايوه تفضل فادر. فادر فادر صبوك توا انت اللي عم تسويه ما راح يعجبهم، هم يعجبهم محتوى يا اخوي. خلينا نسولف معاه. دور مين؟ دور انا على الدور يلي دوره قبلي. ابو حميد. ابو حميد تفضل. ابو حميد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل ابو حميد. شكرا ابو حميد. ابو حميد النت عندك ضعيف. تفضل فاردز. ايه صفوق كيفك؟ انا عم بحكيك من اثينا، كنت بدي اشوفك في مره. ايه صفوق انا بشوفك دائما يعني، وانا يعني تقريبا 90% من كلامك انا مأيده دائما، ولكن انا في عندي هيك بعض الاعتراضات. اكيد يعني نحن ما بنتفق 100%، ولكن هيك انا عندي بعض الاسئله بدي اطرح لك هي. يعني انه انت مثلا بتناقش موضوع التخلف والجهل و و والى اخره، هذا انا مأيدك فيه 3000 مليار بالمية بالامة العربية التافهة هاي، الامة الزبالة. تمام. انا عندي بعض التساؤلات كوني انا دارس النظام العالمي، الدولة العميقة اذا خلينا نسميها الدولة العميقة مثل ما بيسموها. انت بتآمن بوجود الدولة العميقة ولا لا يا صفوق؟ في بتآمن انه في مؤامرة ولا؟ على مين مؤامرة؟ مؤامرة على الشعوب قاطبة، مش بس على المسلمين ولا على الشرق الأوسط. يعني انا هذا الكلام مثلا يعني كان عندي انا بالكتب، والله العظيم صدقا يعني انه كل الكلام اللي قرأته بالكتب اراه يعني يتقاطع بشكل معجز على ارض الواقع. يعني مثلا مؤامرة فيما يخص مثلا صناعة الحروب، صناعة الأوبئة، مشروع هارب لتنشيط الزلازل، تغيير المناخ، التفكك الأسري، نشر الشذوذ مثلا. طيب نحن مثلا أنا كان عندي كتاب، أعطيك مثال، كان عندي كتاب اسمه مؤامرة الأطباء والصيادلة. لحظة فاردز نعم. لحظة هذا مش شذوذ. طيب ليش ما تعترف أنه هذا جنس ثالث، رجل مع رجل ومرأة مع مرأة؟ ممكن. هلا انا ليك بحترم خصوصيتك او رايك اذا بتأيده او لا. هلا هذا مش خصوصيتي يا عزيزي، اسمعني لو سمحت، مش خصوصيتي انا. نعم. تجيني الحكه من قدام مش من ورا، مش انا فاهمك، انا بنيك يعني بنيك افهم. نعم. عزيزي مش هذا الموضوع، انا اقول اذا شفنا رجل مع رجل ومرأة مع مرأة هذا جنس ثالث. نعم إيه. هلا في ناس بتأيده وفي ناس ما بتأيده، يعني هاي بقى بتعود بقى للآراء. يعني نحن ما فينا نكون قمعيين انه نرفض هذا الشيء، لانه
هذا بالنسبه هذا يعني بالنهايه بيمثل اشخاص، عرفت شلون؟ فنحن ما بدنا نكون انه قمعيين، ولكن انا في عندي نقطه يا صفوك بدي اوصل لك هي اذا بتسمح لي. مثلا انا عشت بالمانيا، انا هلا عم بحكيك من اثينا، من متحف اثينا اذا زايره شيء مره. موسيو الميوزيوم، ايه بالمتحف يلي بشارع باتسيون، تعرفه؟ موسيو ايه. انا اول شيء كنت هون باثينا ورحت على المانيا، عشت 3 سنين، والله العظيم يا صفوق اني شفت العجب بالمانيا. طيب مثلا اسقاط حكم الكنيسه، اسقاط حكم الكنيسه يتوافق مع ايديولوجيتك او افكارك. اسقاط حكم الكنيسه باوروبا انه هو انه ما بدنا اديان بشكل عام، تمام؟ ولكن انا شفت العجب، يعني اسقاط حكم الكنيسه ولكن بالمقابل في ديكتاتوريه لدرجه انه ما فيك تتحكم بحفاظ ابنك. يعني طبعا انا عم بحكي بالمجمل بشكل عام، انه مدخلين يا صفوق حتى بحفاظ الطفل ممنوع الاهل انهم يتحكموا بحفاظ ابنك. اريد اسالك، نعم. اليونان افضل ولا الافغان المتدين؟ لا اليونان طبعا اكيد. طيب خلص، معناته في فرق كبير. ايه بس قصدي انا بس في نقطه، انه بالمانيا الغربيه بحكم اليسار غير هون باليونان. باليونان انا بفضلها عن اوروبا ب 3000 مليون مره. هو بس فاردود، هو انت لما سالتني ليش موجود هنا، طبعا اليونان راحه نفسيه طبعا. اكيد اكيد. وانا ليك يا صفوق، انا تركت المانيا بعد 3 سنين ورجعت لاثينا. ما بتتخيل العلاج انا اللي عالجته لنفسي، الراحه النفسيه هون باثينا، يعني من كل النواحي، من الدين، من الحريات، من الطبيعة، من كل النواحي هون أثينا غير. أنا مثل ما قلت لك أنا بأيد 90% من كلامك، بس إنه في عندي بعض. أنا فهمت منك شيء لو سمحت لي. سكر المايك، في ضجة عندك، إذا سكرت المايك أكون ممنونك. بدي أقول لك شيء، المايك وشنا. بس ثواني، بس له والله ثواني شوي. أوكي. عزيزي، الشعوب تقاد من قبل الأنظمة، نعم، في اتفاقيات ودول عميقة وتفكير الشعوب، لدرجة أنه الشعوب صناعة الأنظمة، نعم أنا معك بهذا الشيء. وفي شيء يصنع، نعم، في دول حتى الآن متطورة جدا، وفي دول لازم تظل على طول تفرخ وتكون استهلاكية، هذا متفق عليه أكيد. نعم أنا معك، أتفق، موجود هذا الشيء. لأنه تفضل افتح المايك وتكلم، موجود، أنا معك، أتفق. تمام تمام، شكرا لك. انا ما بدي اطول كثير لانه مشان اترك مجال لغيري. بس حبيبي انا اتفق معك، في دوله عميقه، نعم، وفي شيء يخطط، نعم، وفي كذا امور، نعم، ولكن على الاغلب الدول اللادينيه هي دول سعيده جدا ودول عادله. نعم. مين يدخل اخوتي؟ خلونا نشوف مين معنا. تفضل عزيزي. تحياتي. انا أول شيء أشد على يدك عزيزي صفوق، أنا يعني أتفق معك قلبا وقالبا بنظرتك السياسية ونظرتك العلمية. أنا لأنه طبيب ومختص بالجينيتكس، وفي السويد، يعني عملي اليومي هي مع الجينيتكس ومع التطور ومع حتى مع دراسة التطور، لا سيما التطور الدماغي. يعني فعلا بسلسلة التطور سليم 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 سليم، ممكن تتكلم؟ تفضل لو سمحت سليم، تفوت. اي، بسلسلة تطور الدماغ ولدت كل الآلهة في البريفرونتال كورتكس، في الجزء الأمامي من الدماغ. كل الآلهة بغض النظر كانت آلهة يعني دكتور، أنت لازم تتكلم دكتور، صار لك 5 دقائق مضيت 99 منها دكتور أريد جملة مفيدة. دكتور أنت على أساس دكتور يا خيي، أريد جملة بس واحدة مفيدة، ما فيها، ما أخذت منك شيء غير إيه. دكتور ولو يا دكتور، أنت دكتور أساس. شكرا يا دكتور، أتمنى تكون تعطينا جملة مفيدة ذات مرة تفيدنا بشيء. إيه يا أخي، جملة يا أخي دكتور لو سمحت، مش معقول. اللي بعده، مش معقول دكتور، مش معقول، أنا أطلق تتكلم دكتور. تفضل خالد.
ما تكلم ولا جملة، صار له 5 دقائق. ما في، ما تكلم. الدماغ الدين والدماغ، يحكي لك عن الدين والدماغ، وهو شو اسمه دكتور على اساس يحكي لك عن الدين والدماغ. تخيل واثنين لا يتصلان مع بعض، لا الدين مع الدماغ ولا شيء. اذا في بالله شو هذا، ايش هذا الكلام يعني؟ مساء الخير. هلا على علوش، تفضل. كيفك؟ هلا علي، هلا بك. معك دكتور بيطري. هلا دكتورنا، ممكن سؤال يا صفوق؟ ايه تفضل. ما هي فائدة الحيوانات على ظهر هذا الكوكب؟ حسب، كل واحد له اختصاص. اشرح لي بعد اذنك. يعني مثلا الكلب أليف، في ناس تحبه وتربيه بالبيت، وفي ناس تربيه حوالي البيت ينبح مشان إذا جاء حرامي. مثلا عندك الجحش يحملون عليه غراض، الحصان للسباق وكذا، الجمل يتحمل الحرارة والبرد والكذا، كل حيوان له فايدة. القط مثلا يأكل الفيران، ما حسب، كل حيوان له فايدة. طيب ليش الفارة والصرصور مكروهين من قبل النساء؟ سؤال حساس. مو كل النساء، في نساء تاكل البرعسي. لا 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 لا، الفارة والصرصار حصرا، وام 44. ادري ادري، شوف هم الرجال ايضا يخافون من هذه الاشياء، من الحية. الرجل ايضا يخاف من الحية. نعم 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 نعم. على فكرة بس اقول لك حاجة، مشان اخوف من الحيوانات، صدقني كل انسان في العالم يخاف من نوع حيوانات معين. في واحد يقول لك انا اخاف من الصرصور بس ما اخاف من الاسد. نعم نعم نعم. في واحد ما يخاف من الكلب بس يخاف يبكي من الفارة. صح. صفوق انت من اي العمام؟ انا من البوطيزي، ساكن بوادي الفخذ، من البوطيزي. والله على راسي والسبع تنعم. والله على حبيبي رأسي. انا من البوطيزي، ساكن هنا بوادي الفخذ بالنص حبيبي. على راسي على راسي. حياك وبياك حبيبي علاء. خلينا ناخذ حد ثاني. انا من البوطيزي حبيبي، ساكن بوادي الفخذ، ونعم منك حبيبي. خوخه تفضل يا حبيبتي. خوخه حياتي تفضل. خوخه اختي تفضل يا عزيزتي. إيه خوخه علاء. انا خوخه. انت تو تكلمت على الجنس الثالث صح؟ صح. ما علاش ما تكلمتش على الجنس الرابع؟ الرابع شو هو عندك بالنسبة لك؟ اللي هو إن أمك نايمة مع كلب بجايبة زبالة، حيوان حقير تافه زيك. جدتك الدورة، هذا كلام الدورة الشهرية. لحظة أعطيك وصفة. أول شيء حطينا لك بلوك. ثاني شغل، لما تجيش الدورة الشهرية حاولي مشان تخففين الضغط النفسي عليك والمزاج المتقلب، اشربي قرفة أو ينسون أو مليسة ونعنع بمية ساخنة. الكوباية ما تعبينها للآخر، خلي ناقصة شوي زين، مشان ما تشرشر على تيابك يا حياتي زين. كوباية مي سخنة ناقصة شوي مع قرفة وزنجبيل، ولطيهن وصرطيهن، فمزاجك يرجع ويصير طيب. حتى لو عندك دورة شهرية حياتي، أنا أعرف وجعك حياتي، هذا بسبب مزاجك متقلب من الدورة الشهرية، وهذا مش عيب، هذا شيء طبيعي عند كل النساء. تجينا الدورة ومزاجها يصير متقلب. فشو الحل يا صفوق الشيخ؟ مكانك مش باللايف، لازم تاكل تشربين قرفه قبل ما تفوتين يا عمري انت. على كل حال حطينا لك بلوك، لا تياسين، تابعينا من حساب ثاني يا حياتي. اللي بعده سهى تفضل عز. اوكي مرحبا سهى. وينك حياتي؟ زاد دوره شهريه؟ اللي قبلك معها دورة شهرية. أنصح السهى حياتي إذا طلبت قسط مرة ثانية اشربي قرفة وزنجبيل إذا جايتك الدورة يا حياتي. الدورة شيء طبيعي عند النساء، ما هو عار ولا عيب، أمر يصير مع كل النساء. بس نصيحة، لا تطلع عن إذا معك الدورة حياتي الشهرية، لا تطلعين قبل ما تشربين قرفة ويهدي مزاجك، أو كاسة لبن مع شوية ملح يا عمري. نصيحة ليش؟ مشان ما زبلين فينا، إحنا ما لنا دخل إذا الدورة جايتك يا عمري. السهى تفضلي عزيزتي مرة ثانية، النت عندك ضعيف حياتي، تفضلي. معلش يعني، بس انا حسيت في محاوله الاهانه بالدوره، لكن انا كنت اشياء تعرض على الراجل اللي
قال لا إنه إيش تعريف الحيوانات في الأرض. طبعا السياقات البيولوجية ليس لها علاقة أصلا بالفوائد. السياق البيولوجي موجود يعني في أحيانا أشياء ما تستفيد منها، لكن الناس تسخر بعضها لبعض، الحيوانات تسخر بعضها للحيوانات، وفي كذا. هذا كان كنت منتظر منك هذا الجواب، بس طلعت أنا أذكى منك. فهمت كلامي؟ عزيزتي الحيوانات كلها حيوان له فائدة، فالإنسان استغل الحيوان للأمانة يعني. أيوة بالضبط، يعني السياق البيولوجي منفصل تماما عن الفائدة، عن مبدأ الفائدة والخسارة. لكن هو سياق أنا ضد ذبح الحيوان حتى، يعني ما تتفكر الخروف لازم ما تذبحه أساسا. ماشي، يعني أنا من الناس اللي ما عندي وجهة نظر بهذا الموضوع، لكن الأصل الموضوع عزيزتي عندك هوا شديد، يعني يا ريت تخففين هوا. يا أما عندك هوا شديد يا أما السماعات هنا عم يضربوا على الصدر أو شيء. حياتي سلامتك يا حياتي، سلامة صدرك وسلامة الأجواء عندك. أتمنى العواصف ما تشيلك وتكبك عزبالة اللي جنب الطريق. الله يحميك يا حياتي، موضوعك صحيح وعلمي ودقيق جدا. بس موضوع الدورة الشهرية ما في إهانة، أنا نصحتها بس لأن المرأة في وضع الدورة الشهرية يا حياتي شو بتساوي؟ بيجيها مثل مزاجها يصير زي الكندرة، يعني شوي أقصد يعني مزاجها يصير خرا زي الكندرة بالدورة الشهرية، فتشرب قرفة وينسون فترجع عادي. وعلى فكرة حتى الرجال يجيهم دورة شهرية، لأنه يمر مثلا يجي جوزك مثلا او اخوك او ابوك 5 ايام بالشهر نفسيته يا محل الكنادر. زين، هاي ايضا دوره شهريه عند الرجال. نعم، هاي ايضا تعتبر دوره شهريه عند الرجال. نعم، بس يصير نفسيه جوزك زي الكنادر دوره شهريه تعتبر عند الرجال ايضا. مرحبا، هلا بك حياك، كيفك؟ ماشي الحال؟ ما عندك انترنت عزيزي. اخوتي ندعم المنصه لو سمحتم. يلا اخوتي ندعم المنصه ولا ما نكفي؟ شو رايكم اخوتي؟ يلا هدايا البث، خلونا نشوف ندعم المنصه بالحيتان بالهدايا بالاسود بالفهود بالكنادر. يلا خلونا نشوف دعم المنصه مشان نستمر ولا نسكر، بس اختاروا انتم الان. يلا انا اغيب دقيقه، اتمنى تدعموا المنصه بهالدقيقه، دقيقه واحده اغيب، لازم ندعم المنصه. خلونا نشوف، يلا أنا رايح أعمل ببي وارجع، أعمل ببي وارجع. دعم المنصة بالهدايا أخوتي، يلا خلونا نشوف، لأنه وقتها بس أرجع من الببي يا نضل